بقيت كنفكر على راسي، الشراب والقمر والجرائم. تصور مشيت عند الناس في المدينة، درت لهم مشاكل وهم ساكن غير خدامين. كانت سكن بزاف، حبيته كنتمنى ان شاء الله الابعد نلعب ادوار بحال هادشي، بحال هاد الادوار اللي تعطاتني في بنت العساس. ما نكذبش، حبيت الدور بصدق باجتهاد. ما غاديش هادوك الناس ما غاديش نقدر نشكرهم اكثر من زعما ما عرفتش كيفاش غادي نشكرهم، لان كون كان شي واحد اخر نقول لك اش غادي يدير، غادي يجيب ولد خت جداه ما كيشوفوش الماده، ما كيشوفوش العمل الجدي، لا كيشوفو خصنا نخدمو هذا ديالنا وهذا ديالك، انت خصو يخدم، انت خصو يخدم. ولكن الجدية ما كانتش. هنا عندنا الجدية، هنا عندنا المعقول، هنا كان لكل حق حقه في الفنانة. باش العمل نجح. شكرا سي عبد الله وصحابه على هذه الاستضافة الجميلة إن شاء الله. أولا كنشكركم كثير، وكنشكر الناس اللي حطوا الكاستينج، حيت السبب ديال النجاح ديال المسلسل من البدايه ديالو وهو الرجل المناسب في المكان المناسب. يعني كان السي خالد النقري والمخرج السي ادريس الرخ هما المسؤولين على الكاستينج. دابا تقريبا 13 حلقه اللي تفرجت فيها، منهم الحلقات اللي كنت فيهم انا، ما كاينش شي حلقه ضعف من الاخرى. الحلقات كلهم غاديين في التصاعد، والممثلين كلهم كانوا في المستوى بدون استثناء. عزيز الحطاب، سعاد خوي، بوطازوت، منافتو، هذوك البنات ديالي، هذوك دابا انا حسبتهم بناتي فري. تصور ما كنخلي حتى حلقه، الا شتي وحده فيهم كتبكي كنبكي حتى انا. الا شتي الحلقه الاخرى بنتي كتقول طلع للطاكسي اللي هي عائشه منافتو، وكتمشي كتقول لي ديني للسجن ديال عكاشه. انا راه عارفه ما غتدخلش عندي، ولكن بديت كنبكي كنقول علاش بنتي ما تدخليش عندي، انا باك راني كاين في الحبس، انا كاين في السجن ديال عكاشه، دخلي عندي شوفيني راني محتاج ليك، راه ما عنديش اللي غادي يوقف معايا من غيرك. يعني حتى حسيت بالشخصية ديالي، كنت قاسي عليهم بزاف. سمح لي جاوني شي دميعات ما قدرتش كنقول لك شنو. الخدمة بجدية هي اللي خلاتني نوصل، ماشي غير الدراما ولا الكوميك. كنشوف الممثلين كيفاش كيعطيو، لا اللي لعبوا معايا، لا فاطمة حركات اللي لعبت الزوجه ديالي، دوك البنيتات اللي كانوا معايا اللي كيفكروني دائما بهذيك. يعني كانوا مواضيع. ونزيدك المسلسل جا كيعالج بزاف ديال المواضيع، الدور حسيت به شفتو ملي قريت الحلقه الاولى، قريت الحلقه الاولى والثانيه بان لي كيفاش خصني نكون، لدرجه انني كنوقف قدام المخرج كيعطيني النقاط اللي غادي نخدم فيهم. مسكين كنشكرو كثير لان تساعد معنا كاملين. السي ادريس الرخ كان جميل مع جميع الممثلين، كل واحد على حده. فالدور ديال بنت العساس او ديال العساس باقي ما شفتوهش انتوما، مازال باقي الله شفتو شي حلقات، ما غاديش نحرق لكم المراحل، خليو باش تفرجوا ان شاء الله في الحلقات الاخرين اللي هما جايين الاسبوع الجاي. هاد الشخصيه كنشوف فيها جميع الاباء اللي كانوا
معذبين وليداتهم لدرجة أن ما كنحملش شي واحد يعذب وليداته، ما كنحملش شي واحد يتعدى على مراته، ما كنحمل شوف كان حتى بعض الأفلام اللي كيكونوا فيهم جرائم ديال القتل وهادي ما كنبغيش نشوفهم، ما نبغيش نشوفهم. هذيك الشخصية ديال العساس كانت قوية جد بزاف، قوية قوية اللي شحنتني لداخل، ولهذا خصني نوصل الرسالة، الرسالة خصني نوصلها بأي طريقة، والحمد لله اجتهدت فيها وما جاتني صعيبة. علاش؟ الناس ديال المسرح ما تخافش منه. كان عندي مسرحية كنبكي يوميا في هذيك المسرحية اللي هي في انتظار القطار مع السي عبد القادر البدوي الله يجازيهم بخير، ولهذا كاع الشخصيات كلهم اللي كناخذهم دوزتهم في المسرح، ما كيجيونيش صعب، كنجتهد فيهم. جات عزف، جا غناء، جات تمثيل، جات دراما، جات كوميك، ما كيهم حاجه ما كتغلبني. يعني كتجمع اي شخصيه تعطاتك؟ اي شخصيه انا كنتمنى اي مخرج كيف ما بغى يكون يعطيني من وقته قسمين في الشخصيه اللي بغى يعطيني، قسمين يشرح لي الشخصيه اللي بغى قسمين او لا ربع ساعه ويخرج السوق نقدر نحطها لي سور بلاس بجد. ماشي كان بالاحتكاك من عام 1967 وانا من المسرح المدرسي الهاوي الاحتراف الى يومنا هذا كيكون الفنان خسر رصيد كبير. لعبت مع الاجانب، لعبت مع العرب، لعبت بالانجليزيه باللغه العربيه، لعبت في تريتر مع دولشيلد، فيف لا بومب، لا موردو كاتا كريستي، بوركابورا، فاطمه الفهريه، الحجام، غود باي دبي، اونوتو دون غودو، ارمي اوف، ارمي اوف كان عندي مع نيكولاكيج. لعبت مع ابطال كبار، الى شفتي المسلسل ديال عمر كان عندي الدور ديال نعيم بن مسعود باللغه العربيه. هادوك حتى الكاستينغ ما خلونيش ندوز الكاستينغ، وصلت جاو لكازا كيف يديروا لي كاستينغ، دخلت عندهم عطوني الدور ديالي ديريكت ديال نعيم بن مسعود. هذاك الاب اللي هو قاسي جدا مع بناته في ديك اللحظه اللي كترتكب ديك الجريمه ديال القتل، وكندخل بيدي عامرين بالدم وهادي، وكنقلب على الفلوس في الدار اللي عطاونا دوك الناس في الفيلا، كندفع بنتي اللي هي منى اللي هي بوتازوت كتبقى تبكي هي، وسيرتهم اللي كتقول لا با عافاك با انا اثر فيا داكشي، خرجت من الكادر وبقيت كنبكي. هنا كتعرف بان انا سنسيبل، انا كنمشي مع الشخصيات، ولكن ملي نكون قاسي معاك رانا نكون قاسي معاك، خصني نأدي الواجب ضروري، خصني نقوم بالمهمه ديالي اللي تعطاتني في البدايه ديال ولاد العساس. كنشكر الناس بزاف اللي اختاروني، السي خالد النقري والسي دريس الروخ، ما عمري غادي ننساهم في حياتي. علاش؟ ما عطيتهم والو باش غادي يعطوني، ولكن اختاروا الانسان المناسب في المكان المناسب. سي قادر واش هاد المساحه اللي عطاوك انا بالنسبه لي شخصيا نعم نصفاتك ونصفاتك بزاف، لان عطاوك واحد الضوء اللي قدرتي تفرغ فيه داك الشيء اللي كان مخبي شحال هذا. فعلا فعلا عطاوني مساحه كبيره تقوا فيا، وهذيك الثقة هي اللي بغيت نوصل أنا من النهار الأول. فعلا أنا فرحان كيدور، تصور خالد الله يجازيه بخير كيدور وكيشحن في الممثلين بالاجتهاد وبهادي، باش وسيرتو أنا اللي غادي نبدا أنا الأول في المسلسل، بديت أنا الأول، إذا المشاهد اللي كانوا عندي أنا خصهم يكونوا فور، خصهم علاش؟ إذا كانوا فور خص المشاهد كلها او الحلقات كلها تكون تصاعديه. انت هو لوكوموتيف اللي كتجر كل شيء. الله يرضي عليك. الا كنت طايح انا كل شيء غادي يبان طايح. خصني نبان انا هو ذاك
الرجل القبيح داك الاب اللي هو ماشي داك الاب اللي هو ماشي اب فري ديال 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 الحنان ولا كاينين اباء بزاف من هذاك النوع. ما خفتيش زوري كرهك؟ كرهوني ولكن حبوني، لان تقنت الدور. اولا تقنت الدور واخا كرهوني، كاين الناس اللي كيدعيو عليا سير الله يعطيك سير الله يعطيك سير الله يفعل ليك، شو درتي لديك المراه؟ لا لي يكون لشي مراه، لا لي يعطيه لشي مراه. انا هذاك الشيء حبيته. شتي ملي كتوصل الرساله نجحتي. وثانيين ما طولاتش بزاف الحلقات باش حتى الجمهور كيعرف بانني مظلوم، ماشي انا اللي قتلت. يعني الحلقه الثالثه بداو كيتعاطفوا معايا الناس، وبقيتي فينا دخلتي للحبس وهذه. كاين شي وحدين كيتلاقاو معايا في مارشي ولا كيقول لي انت في الحبس دابا، ماشي انا خويا هذاك. هي ممثله ديال المسرح، ما عمري شفت في شي دور بحال هذاك. عجبتني بزاف، عجبتني هي، عجبني ادريس الرجل ديالها، لعب واحد الرزانه عزيز الحطاب، منصور خاطر هذاك تلاقيت معاه في اعمال اجنبيه كاع، لعبنا برا انا وياه مع الاجانب. تبارك الله انسان مثقف محترم. ما كاينش، انا قلت لك ما كاينش شي ممثل النيفو ديالو طيح. حتى من الاحفاد ديالي اللي هما جاوا دابا جابوا الاحفاد، كاينين الاحفاد ديالي في المستوى، ما بانش ليا شي ثغره، ما بانش لي شي واحد ناقص. كتابه نقيه، اخراج جميل، اداره مزيانه، انتاج مخير. كيف راه هادو هما الناس اللي خصك تخدم معاهم، وخصك تخلي بلاصتك نقيه. راه ما شوف باللي بديت كنصور معاهم ما بانش لي شي مشاكل، ما كاينش مشاكل، ما كاينش صداع، ما كاينش نقص مني ولا هادي. لا الاحترام، كل واحد عارف خدمته. كنا عائله، كنا عائله، يعني تقريبا اكثر من 100 واحد اللي في لي تيكنيسيان والممثلين وهادي، كنا عائله. ما حسيتش بالتورناج تقرب يسالي انايا. هادوك البنيتات هما اللي كنزيد ملي كنبغي نجبد، ملي كنبغي نجبد الدموع اولا الزار ديالي، كنتفكرهم هما تعديت عليهم. فهمتيني؟ كنتفكرهم أن خرجت عليهم، ضيعتهم في حياتهم. جيتهم من المدينة من البلاد، بعت الأرض، بعت كل شيء، فين جيبهم؟ فين؟ الفم ديال الغول. سيرتو بنات، كون كانوا غير ولاد، كون كانوا ولاد ما غادش يقدروا يكونوا بقاو فيا، ولكن هما بنات. وخليتهم في يد الله وصافي، لأن أنا ما كنفكرش. أنا كنت كنفكر على راسي، الشراب والقمر والجرائم. تصور مشيت عند الناس في المدينة، درت لهم المشاكل وهم ساكنين غير خدامين. كانت سكنك الدور سكنك؟ أه؟ الدور سكنك؟ سكنني، سكنني بزاف. حبيتو، حبيتو، كنتمنى إن شاء الله لعب ادوار بحال هادشي، بحال هاد الادوار اللي تعطتني في بنت العساس. ما نكذبش، حبيت الدور بصدق باجتهاد. ما غاديش هادوك الناس ما غاديش نقدر نشكرهم اكثر من زعما، ما عرفتش كيفاش غادي نشكرهم، لان كون كان شي واحد اخر نقول لك اش غادي يدير؟ غادي يجيب ولد خت جداه، ما كيشوفوش المادة، ما كيشوفوش العمل الجدي، لا كيشوفو خاصنا نخدمو هذا ونخدمو هذا، هذا ديالنا وهذا ديالك، انت خاصو يخدم، انت خاصو يخدم. ولكن الجدية ما كانتش. هنا عندنا الجدية، هنا عندنا المعقول، هنا كان لكل حق حقه في الفنانة. باش العمل نجح، العمل نجح. أنا ماشي كنشوف، شوف بوطازوت ولا منافتو دخلوا لي قلبي، حبيتهم بناتي، هذوك بناتي. انا ما كنشوفش داك الجيل الصغير دابا، كنشوف اللي الوقت اللي كبروا، لان تقنين الادوار ديالهم
بصدق كان بكي ملي كنكون الدراما كان بكي، كنتفرج انا بحالي بحال الناس ولكن راه كان بكي انا كنتاثر. اش نقول لك؟ حشوم عليهم كاع اللي عنده بحال هاد البنيتاهات ولا هادي وعنده السلطة أبوية ولا هادي وينوض يفرضها على المرأة ديالو ولا وليداتو، حرام عليه. خاص الإنسان يكون راجل، تا حاجة ما دايمة إلا وجه الله. يمكن لك تضيع وليداتك، ما يمكنش. مشي نضيع أرضي، ما يمكنش. مشي نضيع بلادي، ما يمكنش. كلشي على القمار وعلى الخمر، داكشي ما خدامش. هاد المسلسل جاي عالج هاد المواضيع، عالج موضوع ديال البلية ديال داك الولد اللي هو ولد غيتا اللي تبلى هاديك البلية مع رفاك تملوالة. كيف كنقولوا رفاك تملوالة كتورت البالة ها وحدة. جاي عالج الموضوع ديال الخيانة الزوجية. لو ما كانتش الخيانة الزوجية ديال دريس ما غنكونش انا طحت في الحبس، ياك. كاين التسرع ديال بنتي بوطازوت اللي هي كانت معايا في البلاد، ما عارفاش شنو وقع في المدينه. جات مسكينه يعني بغات ضروري خصها تلقى راجل، خصها تجوج ويكون رابع ولا يكون عشر ولا هادي، خصها ديك الهيمنه ديالها والسيطره ديالها، خصها تلقى راجل اللي غادي يكون في المستوى. ولكن لا، العكس، المراه والزوجه مع الزوج ديالها الصبر هو اللي كيوصلهم للقمه. ضروري خصهم يصبروا وسيرتهم اللي كيكون عندهم ابناء. كنشكر الجمهور كله اللي كيبغيني ولا اللي ما كيبغينيش، كيما بغى يكون انا كنشكره. وكلشي كيبغيني، شكرا بزاف. ومبروك عليكم العواشر ديالكم، ومبروك هذا الشهر الجميل. الله يدخلوا علينا بالصحه والمغفرة والرزق يا رب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.